صباح الخير وأهلا وسهلا بكم بفيديو جديد من ADS Securities. البداية في فيديو اليوم سنتحدث عن أهم الأرقام التي خرجت للاقتصاد الأمريكي خلال تداولات يوم أمس. أهمها كان بالإمبار ستيت أو انخفاض مؤشر الصناعي إمبار ستيت إلى أدنى مستوى له منذ 4 أشهر خلال شهر أبريل الماضي أو أبريل الجاري عفوا، إلى 1.29 من أصل 5.6 في مارس الماضي، بالرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى ارتفاع بواقع أو إلى مستويات 8.2. أتت الأرقام على عكس التوقعات تماما. أيضا شهدنا خيبة أمل من جديد من أرقام مؤشر أسعار المنازل NAHB إلى أيضا في أبريل نفس الفترة إلى أو في ارتفاع طفيف إلى 47 من أصل 46، طبعا بعد ما تم تعديل أرقام شهر مارس من 47 إلى 46، وكانت التوقعات أيضا بنفس الوقت تشير إلى ارتفاعها إلى أكثر من 50 نقطة. هذه الأرقام لم تظهر الرواية الرسمية بأنه بسبب الطقس السيء من جديد، لكن في أبريل ومع المزيد من الأرقام السلبية بالفعل خلال الفترة الحالية التي نشهدها، هناك العديد من الأسئلة التي نطرحها من جديد. هل هو بالفعل كان التراجع الأخير بسبب الطقس السيء بالولايات المتحدة الأمريكية، أم هناك شيء آخر وراء هذه الأرقام؟ التاريخ أو الأسابيع المقبلة ستبين ذلك. خلال فترة التداولات الآسيوية اليوم كان لدينا مجموعة من الأرقام الاقتصادية المهمة من نيوزيلندا والصين. شهدنا أولا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين أو معدلات التضخم بنيوزيلندا بواقع 13 نقطة مئوية، وهو بأقل من التوقعات. هذا الكلام خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما كانت التوقعات تشير لارتفاع بواقع 15 نقطة مئوية بالمقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي بواقع 10 نقطة مئوية. أما في الصين شهدنا المزيد من التباطؤ بالاقتصاد مرة أخرى، انخفاض النمو في الصين خلال الربع الأخير من العام أو الربع الأول من العام الحالي إلى 7.4 كما التوقعات من مستويات 7.7، وهو طبعا الانخفاض السادس على التوالي في معدلات النمو. أيضا شهدنا ارتفاع الانتاج الصيني أو الانتاج الصناعي بأقل من التوقعات بواقع 8.8 من أصل 8.6، وكانت التوقعات تشير إلى مستويات 9.1 تقريبا. أيضا شهدنا ارتفاع الاستثمارات في الأصول الثابتة بواقع 17.6 في مارس من أصل 17.9، لكن التوقعات كانت أيضا تشير بأكثر من ذلك عن 18.1. الشيء الإيجابي الوحيد كان بالصين من ارتفاع مبيعات التجزئة والتي ارتفعت بواقع 12.2 على المستوى السنوي في مارس من أصل 11.8، وتوقعات كانت تشير إلى 11.9 فقط. خلال فترة التداولات الأوروبية اليوم لدينا أيضا مجموعة من الأرقام الاقتصادية من المملكة المتحدة وأيضا الاتحاد الأوروبي. هناك توقعات بانخفاض طلبات الإعانة البريطانية بواقع 30.2 ألف في مارس من أصل 34.6 ألف في فبراير الماضي، لكن هناك توقعات أيضا باستقرار معدلات البطالة لشهر فبراير الماضي عند مستويات 7.2. أما في الاتحاد الأوروبي ننتظر أرقام الإنفليشن أو أرقام التضخم، توقعات باستقرار القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلكين عند 15 نقطة مئوية في مارس، ولكن الأساسي هناك توقعات بتعديله مرة أخرى نحو الأسفل إلى 18 نقطة مئوية بدلا من 1%. خلال فترة التداولات الأمريكية المقبلة اليوم أيضا لدينا المزيد من الأرقام لشهر مارس المهم في توقعاتنا، على الأقل أنه نشهد المزيد من خيبات الأمل. هناك توقعات بانخفاض تصريح البناء الأمريكية إلى مليون من أصل مليون وحوالي 100 ألف تقريبا خلال الفترة الماضية خلال شهر مارس. أيضا هناك توقعات بارتفاع إنشاءات المنازل الأمريكية الجديدة إلى 0.97 مليون في مارس من أصل 0.91 مليون، لكن في الغالب أيضا ما ستأتي هذه الأرقام بأقل من التوقعات على الأقل. أيضا الإنتاج الصناعي بالولايات المتحدة الأمريكية من المتوقع أن يرتفع بواقع 15 نقطة مئوية في مارس من أصل 16 النقطة المئوية في فبراير، وأيضا لدينا البنك المركزي الكندي سيقوم بالإعلان عن معدلات الفائدة والذي من المتوقع أن تبقى دون تغير عند 1%. وأخيرا هناك حديث لرئيسة البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في النادي الاقتصادي في مدينة أو في ولاية نيويورك في تمام الساعة 16:15 بتوقيت غرينتش. هذا كل شيء لدينا في هذا التقرير، يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب لمزيد من التفاصيل. شكرا للمتابعة.